بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: ما حكم استعمال العطورات التي تحتوي على نسبة من الكحول، وما حكم بيعها؟ إذا ثبت أن العطورات فيها كحول، الكحول خمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فإذا ثبت أن فيها خمراً وأنها تسكر لو شربت، إنه لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا تصنيعها، لأنها تسكر خمر. أما مجرد الشائعات، بعض الشركات تشوش على الشركة الأخرى تقول إن منتوجاتها فيها كحول من أجل التنفير، لا تصدق الشائعات حتى يثبت أن هذا العطر فيه خمر، فيه كحول.